التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. وهكذا تعلن انطلاقة شوطنا السادس عشر الذي خصص للجعدان انطلاقة سليمة وموفقة، نتمناها لجميع الإخوة المشاركين. أسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى المركز الأول، وهنا مذهل سعيد بن محمد الكليلي العامري على مقدمة الشوط والصدارة الأولى، بينما أرى الوصول على ثاني المراكز من مفتن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي غادبا إلى المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز وهذا هو الفارس سالم بن أحمد الشحي يتقدم مع الفارس بيرما المركز الرابع. يا سلام، هذه مشاهدين الأعزاء سيار صالح بن حمد بن حبتور العامري، بينما في المركز الخامس، المركز الخامس قادما إلينا الآن في هذه المنافسة، وصل هنا أيضا الطويل سالم بن مسلم بن حمر. وهنا مشاهدين الكرام السبوسي هذا قادم مع متابعين الكرام سالم بن علي بن سلطان السبوسي، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية الأولى. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الانطلاق الجميل والمتميز نحو المقدمة والبداية. هذا هو مشاهدين الأعزاء سيار صالح بن حمد بن صالح العامري، بينما في ثاني المراكز القدوم في هذه اللحظات من قبل اللي هو مذهل سعيد بن محمد الكليلي العامري قادما الى المركز الثاني، المركز الثالث سالم بن علي بن سلطان السبوسي قادما في هذه المنافسة، قادما في هذا التحدي الرائع، بينما نتابع هناك مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء غادما أدهم عتيج ومطر بالحسن القبيسي، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. الله على هذا الأداء، الله على هذا الرقص الجميل اللي يقدمه في الصدارة الأولى. ها هو سياف صالح بن حمد بن صالح بن حبتور العامري ينتزع ناموس هذا الشوط. ها هو مشاهدينا الكرام يهدي السلام إلى العين، إلى العين تهانينا، والناموس لصالح بن حمد بن صالح بن حبتور العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والعصافة الأبطان، تهانينا على هذا الفوز لحظة وصوله إلى خط النهاية. بينما في المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام اللي هو الوري لعبيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي، المركز الثالث وصل مذهل لسعيد بن محمد الكليلي العامري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 3 دقائق و2 ثانيتين، تهانينا والناموس للجميع.